فزت ببطوله كبيره بره مصر وكمان اداء اكثر من رائع، يعني تقولي عن البطوله واهم يعني الخطوات في مشوار البطوله. والله الحمد لله تتويج بالبطوله جيت في اول الموسم باش تخلينا نخدموا مرتاحين، وعندنا معناتها ان شاء الله يوم 10 مباراه السوبر مع الزمالك. الناس الكل معناتها باش نكونوا واضحين، كان معناتها اللعيبه والناس الكل تحس التخمام تاعها على ماتش الزمالك. عملنا تو معناتها اللي يلزم، فوزنا ببطوله افريقيا وان شاء الله معناتها نهديو هذايا الجماهير الاهلي اللي كانت تشجع فينا طول الوقت وتراسل فينا في كل مباراه، والاداره والناس الكل على راسهم محمود خالد. اوكي جمهور الاهلي مستني منكم السوبر ان شاء الله، يعني انت من عناصر الخبره اللي في الفريق والجمهور يعني بيعاول عليك انت وكابتن اسلام كابتن ابراهيم المصري، هتقول للجمهور توعدهم بيه ان شاء الله؟ ان شاء الله نوعدوهم باش نكونوا مركزين. انا قلت لك احنا من بعد ما توجنا بالبطوله الافريقيه ما على طول لما دخلنا الاوتيل كان الكلام كله معناتها على مباراه الزمالك ولازم نفوز، ومعناتها صار في كلام بين اللاعبين معناتها ازاي حنشتغلوا في شغل خاص وكل معناتها كلام معناتها متجهه لماتش الزمالك. ان شاء الله نكونوا مركزين معناتها مباراه ان شاء الله نعديه ونعملوا اداء كويس، وان شاء الله ربي يوفقنا ونتوج ان شاء الله.